ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر أي سهل، على معسر أي ذي إعسار، كما قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويشمل التيسير هذا تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير التعليم وغير ذلك، أي نوع من أنواع التيسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا ذكر الجزاء في موضعين، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. ومن فوائد الحديث الحث على التيسير على المحسن، وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك. والحديث يشمل الأمرين، من يسر على معسر يسر الله عليه. لكن إن كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب. مثال ذلك رجل يطلب شخصا 1000 ريال، الشخص معسر، فهنا يجب التيسير عليه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز أن تطلبه منه ولا أن تعرض بذلك ولا أن تطالبه عند القاضي لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم، الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويحبس ويطالبون بحبسهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله قد عصوا الله ورسوله. فإن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، فإن قال قائل ما أكثر أهل الباطل، في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين؟ فصاحب الحق لا يثق بادعائهم الإعسار. فنقول نعم، الأمانات اليوم اختلفت لا شك، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد يأتي بالشهود على أنه معسر. لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من أجل أن يماطل بحقك، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب. هذا بالنسبة للمعسر إيش؟ بحق لك. أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب. اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك، فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا. ومن فوائد هذا الحديث أن التيسير على المعسر فيه أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. فإن قال قائل لماذا لم تذكر الدنيا في الأول؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط. قلنا الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير. وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. الميسر
إيش؟ محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج الكربة رافع للكربة فقط. هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة.